السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وتحياتي لحضراتكم جميعا، ويا رب تكونوا بخير، وتكون إن شاء الله تكون حلقة مهمة بالنسبة لكم جدا في الجو البرد ده. كل شوية الناس تقولك عندي ألم في صدري، أنا صدري تعبان، أنا عندي نغزة، أنا عندي ألم شديد، أنا ظهري وجعني، حاجات كده وبتحصل مع البرد ويجري على دكتور القلب. فطبعا يعني بنسبة 90% من الحالات ما بيبقاش بسببها مرض القلب. فالنهاردة دورنا ان احنا هنفرق ما بين الحالة اللي تكون بسبب امراض القلب والحاجة التانية اللي تكون بسبب برد او اي شيء ما يستدعيش انك تبقى قلقان. دورنا ان احنا نوعيكم على موضوع السبب ايه هو، وبعد كده الجزء التاني من المحاضرة هنتكلم على ضربات القلب. ضربات القلب الطبيعي بتاعها ايه؟ الطبيعي بتاع ضربات القلب، يعني انت المفروض ضربات القلب بتاعتك تبقى في حدود كام، الطبيعي بتاعها كام، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. لان في ناس تقلق تقولك انا ضربات قلب زايده، انا يا دكتور عندي ضربات القلب عندي عاليه جدا، طب ايه السبب، ايه اللي يزود ضربات القلب، وايه اللي يخلي القلب بتاعنا ماشي كويس مفيش فيه اي مشكله، والطبيعي بتاعه ايه، وامتى نروح لدكتور، امتى هنروح لدكتور، وهنروح ايه ونعمل ايه، والتحاليل المطلوبه ايه، والاشعاعات ايه. ده موضوع بتاعنا النهاردة، واهلا بيكم في قناة الدكتور خالد ابو العزم، استشاري امراض البطنة والغدة الصماء والسكر. وده يا جماعة اسمه بث مباشر، عشان الناس اللي بتبقى معانا ما هيش عارفة يعني ايه بث مباشر. البث المباشر ان احنا بنعمل جزء من المحاضرة وبعد كده بنتكلم في الحاجة اللي تهمنا جدا، واحنا كمان نبقى قاعدين نشوف الاسئلة بتاعتكم ونجاوب عليها. فاول حاجة هنبدأ مع بعض، ألم الصدر. جرت العادة ان لما بيجي الواحد ألم في صدره بيفزع جدا ويبقى مش عارف يعمل ايه، وضربات القلب تبقى زايدة ولا لا. هنتكلم ونفسر ونقول ونعيد ونزيد، وتقولولي كلكم الصوت والصورة عاملين ايه. طيب اول حاجة هنتكلم عليها ألم الصدر. الصدر بتاعنا عبارة عن جاي من الاكتاف من هنا الى الحجاب الحاجز. الصدر جاي من الاكتاف الى الحجاب الحاجز. فكل ما انا ببقى عندي الم ببقى في المنطقة دي، منطقة الصدر. يبقى انا بفكر في ايه؟ بفكر في عضلات، في رئة، في غشاء مبطن الرئة، في قلب، في القلب، وفي كمان ايه؟ بفكر كمان في المريء، ماشي فيه القصبة الهوائية. كل ده ممكن يعمل ألم الصدر. كل ده ممكن يعمل ايه؟ ألم الصدر. طب ازاي افرق بين ألم الصدر اللي بيجيلي من القلب واللي بيجيلي من العضلات؟ ازاي افرق بينهم؟ ألم الصدر اللي بيجي من القلب وألم الصدر اللي بيجي من العضلات. اول حاجة لما مريض يشتكي يقولك انا عندي نغزة عند حلمة الصدر كده، او ناحية الثدي كده، او ناحية الشمال، ده غالبا مش من القلب. وكلمة نغزة مش من القلب يعني شكت ابرة كده، لا، الم الصدر مش ده. ويجي يقولك اصل النغزة بتجيلي في الناحية الشمال، او لما باجي اشيل حاجة ابص الاقي الالم جه، او بتحرك بجنبي كده الالم يجي، لا ده حضرتك مش من القلب. اجي اتحرك وانا بتحرك كده عضلات ظهري والعضلات بتاعتي تألمني جدا، لا لا خالص مش من القلب. طيب يا ترى عمرك قد ايه؟ معاك سكر، معاك ضغط، معاك امراض مزمنة ولا لا؟ ألم العضلات هو الألم اللي بيجي لما ادوس على العضلة كده تألمني، يبقى فيها التهاب. ألم في الفقرات، يجي لي ألم في صدري، ألم شديد. طب ما ممكن الألم ده يكون من حاجة تانية. طبعا ممكن يكون من حاجة تانية، يعني شكت الدبوس دي والناحية الشمال والكلام ده، لا. امال ألم القلب يجي ازاي يا دكتور؟ يجي ألم في منتصف الصدر، في منتصف الصدر، مش في ناحية شمال ولا اي حاجة من دي. يبقى ألم الصدر يجي فين؟ في منتصف الصدر، ويسمع لظهري، او يسمع للفك السفلي، او يسمع للفك السفلي. يبقى ألم يجي في منتصف الصدر ويسمع لظهري او للفك السفلي. وفي الحالة دي الألم ده ما بيبقاش اسمه نغزة، بيبقى فيه شاكوش،
مطرقة بتضرب على صدري، طبقة على نفسي، إحساس إني بموت، ده ألم القلب. وماسك إيده كده، ماسك إيده كده، مش مثلا يعني حاطط إيده على صدره بالشكل ده. إحنا في معهد نصر كنا نسميه ICU patient، يعني المريض عناية مركزة، يدخل عناية مركزة على طول بدون ما نعمل رسم قلب، من حاطط إيده ومن شكله بيبقى فيه بلور، شحوب في الوش. فالألم ده بيبقى شديد لدرجة انه ما بيخليش قادر ياخد نفسه. بتبدأ في مراحل لألم القلب، واحنا قلنا ألم الصدر نتيجة العضلات بيبقى جاي نغزة، يقولك ده عندي نغزة بتروح وتيجي، وفي نفس الوقت لما باجي احرك العضلة دي كده ولما بتدوس عليها حضرتك دلوقتي بتوجعني قوي، ده ألم بيبقى في العضلة. طب ممكن ألم الصدر يبقى من ايه تاني؟ ممكن يكون من الغشاء البلوري للرئة، وده ألم مع النفس، اجي اخد نفسي مش قادر اكمل النفس لان متزمم الغشاء البلوري اللي محاط بالرئة، قفل الموضوع، مش قادر يسترتش، مش قادر ان هو الغشاء ده حاجة مرنة زي طبقة البالونة كده تبقى محاوطة الرئة بتحميها من العظم بتاع القفص الصدري، يقوم ايه تيجي تتحرك يبقى فيها نوع من انواع الاحتكاك المؤلم جدا، لدرجة ان ساعات بندي ناركوتكس، ادوية مخدرة للألم ده. فده برضو بيبقى له ألم بشكل تاني. لكن ألم القلب اللي عمرك ما هتنساه هو الألم اللي بيخليك، وطبعا هو في درجات هنتكلم عنها دلوقتي، الألم اللي بيخليك ما تقدرش انك انت تتكلم اصلا، ده بيخليك كاتم على صدرك كده، كاتم ماسك صدرك كده. الألم ده، ألم الصدر اللي بالمنظر ده، بيبقى درجات. بيبدأ مرحلة ذبحة صدرية، أو يجي مرحلة اللي هو الجلطة أو الشريان الرئوي، بيختلف الألم نهائي، يعني ألم يبقى جلطة، ألم شريان رئوي، ألم ذبحة صدرية، بيختلف من واحد للتاني وبيختلف على حسب حاجات كتيرة جدا. تمام؟ طيب خلينا بقى نتكلم عن ألم القلب. إيه اللي خلي الألم القلب خطير ليه كده؟ ألم القلب لأن عضلة القلب لو ماتت وما لحقناهاش فيها مشكلة كبيرة، وهشرح لكم كل ده. ألم الصدر اللي ناتج عن القلب، وخصوصا الناس اللي عندها سكر وعندها ضغط، والمفاجأة الغريبة إن مريض السكر ممكن ما يشتكيش بألم، وبيسموها بينلس انفاركشنز، يعني إيه؟ يعني جلطة نتيجة ألم في الصدر، جلطة في الصدر حصلت نتيجة مرض السكر، والجلطة دي ملهاش ألم لأن مريض السكر عنده التهاب في الأعصاب، وده بيبقى أخطر ما يمكن. تخيلوا بقى بيجي الألم بدون ما يكون فيه الجلطة، بتيجي بدون ألم، دي مشكلة. طيب الألم اللي بيكون في منتصف الصدر يسمع هنا ويجي في فم المعدة، ده خطير جدا. ألم يجي في فم المعدة خطير جدا، عشان كده لما تروح لدكتور وانت عندك ألم في فم المعدة وبقاله كام يوم ومحيرك وقالك نعمل رسم قلب، ما تزعلش منه، ده دكتور شاطر وفاهم. ليه؟ لأن الألم اللي بيجي في فم المعدة ده هو ريفيرد بين، يعني جاي من القلب مسمع في الفم المعدة، فمسمع في فم المعدة ومالوش دعوة بالأكل. الألم اللي بيجي للمعدة يقولك لما باكل يا دكتور بحس بألم شديد واللقمة واقفة هنا، لكن ده بيجي ألم في الصدر، قبضة في الصدر، او يجي في صوره ذبحه زي يعني سكاكين بتقطع في صدري. طبعا المريض ده لو عنده سكر، لو عنده ضغط، لو عنده امراض، ده بيختلف في التعامل خالص. لكن لو شاب صغير او حد لسه صغير وبيشتكي بنفس الاعراض دي، دي لازم اروح بيه على طول على طوارئ اي مستشفى فورا. طب الم الصدر ده يعني ملوش اهل، محد يقول لنا عليه يا جماعه، مفيش حد يقول لنا يعني ألم الصدر ده يعني ايه تاني ممكن نشوفه في ألم الصدر. لو معاه عرق اخطر ما يمكن، ألم الصدر لو حصل يقول لك تسبب عرق كده، ده جلطة وماسك صدره بالمنظر ده ومش قادر ياخد نفسه، على طول على المستشفى، وخصوصا لو عنده سكر وعنده ضغط. لو عنده سكر وعنده ضغط ليه؟ لان ده معناه انه دخل في حاجة في تشوك، ابتدت الضغط بتاعه تأثر، والعرق ده الادرينالين والنور ادرينالين والهرمونات ابتدت تزيد، فبقى في حالة صعبة جدا جدا جدا.
طب احنا ليه بنوصل لمرحله اللي هو الخطر دي؟ ليه ما بنقولش من البدايه ان انا اخد بالي؟ ليه ما ناخدش الموضوع بجديه من الاول؟ طب ايه اللي انا هعمله عشان ناخد الموضوع بجديه؟ شويه فحوصات وتحاليل، اتعامل رسمي، ما اخدش يعني الكلام من جاري يقول لي بس ده شويه برد، ده المكيف كان السبب. والله 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 شفنا حالات كتيره جدا 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 بسبب موضوع المكيف وبسبب موضوع البرد، واحنا في البرد الشتاء ده يقول لك ايه ده انا البرد اللي جالك ده الم برد، خد اسبرين اهو ونام، او خد ابره الفولترين دي ولا ابره المسكن دي ولا اتنين بنادول وخد بس ونام. والمريض بيتكون معاه الجلطه وهو ما يعرفش. يا ما ناس اهملت ودخلت عنايه مركزه المشكله. طب ليه يا دكتور؟ طب ما هو دخل عنايه وخف وبقى كويس. اقول لكم ليه. زي ام حسين ما بتقولك ايه، ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. طب ما هو لا ضرر ولا ضرار، وناخد بالاسباب. ما هو ربنا قال لك لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ليه؟ سبق الى علم الله ان انت حضرتك هتهمل وانك مش هتسال، فهو عارف ان انت هتهمل، فهي ده اللي حصل لك. لكن ربنا قال خده بالاسباب، اعقلها وتوكل. انا عامل اللي عليا الباقي على ربنا، مفيش اي مشكله خالص. طيب ليه احنا بنقول الجلطه وخوفنا والحاجات دي كلها؟ ليه؟ لان بتفرق الدقيقه في العلاج. دقيقه هتفرق معايا في العلاج، هتفرق معايا في الاوتكم. يعني اوتكم يعني ايه؟ يعني بعد ما المريض بيطلع من المستشفى البروجنوز بتاعه، التطور المرضي بتاعه هيبقى عامل ازاي. كل ما كان المريض اتلحق بدري كله كما كان كما كنت. بمعنى ايه؟ مريض جه في اول ربع ساعة، دلوقتي اللي عايز امثلها لكم باي حاجة، الشريان دخل، الشريان بتاعنا دخل في جلطة بتاع الشريان التاجي، وبيسموه التاجي لانه عامل زي التاج، زي التاج، تمام؟ الدم ماشي في الفتحة دي، فالمفروض بيغذي عضلة القلب كلها. اللي بيحصل ان المريض ايه اللي بيحصل ليه؟ العضلة بتاخد وقت، فالعضلة لو ما وصلهاش الدم بتاعها الكافي، تخيلوا القلب اللي بيضخ الدم، قولوا سبحان الله، اللي بيضخ الدم للجسم كله هو كمان بياخد دم، يعني هو نفسه بياخد دم، فيقوم ياخد الدم بتاعه، اتأخر الدم يقوم العضلة تبدأ تنشف اللي حواليه. اتأخرنا نص ساعة تنشف حتة صغيرة، ساعة حتة أصغر، كذا كذا كذا، لغاية بعد 12 ساعة الأدوية ما بدأتش تنفع معاه خالص. طب ايه المشكلة؟ هقولك المشكلة ان العضلة بتموت. طب ليه العضلة ماتت؟ ايه المشكلة يعني العضلة ماتت؟ ان القلب كان بيضخ الدم بالشكل ده خلاص، فهيضخ كده والحتة دي ماتت، دي ماتت خلاص، هيبخ من ناحية واحدة. تقوم تعمل ايكو يقول لك ده كفاءة القلب قلت، بقت بعد ما كانت 60 و70، هو أعلى حاجة 60 65 مثلا، 70 ده في بعض الحالات. فيقول لك ايه ده بقى كفاءة القلب دلوقتي بقت ضعيفة قوي، ده بقت 25 30. طب برضو يا دكتور فسر أكتر، أفسر لك أكتر. لما تحصل توصل للموضوع ده وتبدأ كفاءة القلب تتأثر بالشكل ده، معناه ان ساعتك تحتاج قلب مفتوح. كل ده عشان جارك اللي هو كان عايز يخدمك اذاك وقال لك خد الحباية دي هتسكن لك الالم وتقوم زي الفل، فساعتك عرقت وقمت فعلا الالم خف والحمد لله تمام، وحتى انا عرقت بالليل ابتدينا بقى ايه نحس بالعرق والتعب الحمد لله بعد الحبايه اللي اداها لي ابو محمد جارنا، الحمد لله اتحسنت. ده هو كده اذاك. فالعضله ماتت. طيب لو انا لحقتها في الاول ايه اللي بيحصل في المستشفيات بقى؟ هنا مثلا في
في بلد زي اي بلد مش هنذكر اسماء، العنايه المركزه لا، ده المريض دلوقتي بقى يدخل على حاجه اسمها قسطره، بيكون في جلطه قفله بيدخل يشيلها قبل ما تعمل اي حاجه. وياما وياما الحاجات دي حصلت وشفناها بنفسينا، جلطه دخلت شالها بالقسطره. طيب مفيش قسطره، تبص تلاقي ايه اللي بيحصل لو مفيش قسطره؟ بيدوله ابر تدوب الجلطه، في اول ساعه بتفرق، اول ساعتين بتفرق، الابر دي بتفرق كتير جدا جدا جدا. طيب المريض بيبقى عنده ضغط، عنده سكر، عنده حاجات كتير، بيظبطوا الحاجات دي في العنايه وبيبدا يتعالج. عضله القلب لو اتاثرت هتدخلنا في قصص كبيره. طب ليه النهارده يا دكتور قلت لنا عن القلب والحاجات دي؟ هل انت بتخوفنا؟ لا بالعكس، ده انا الغرض من اللي انا بقوله ده كله ان احنا نخلي بالنا، نخلي بالنا من التدخين، نخلي بالنا من السكر الكتير، مش الكوليسترول ده، انا بقول لك السكر الكتير، الكربوهيدرات الكتيره، وازاي احمي عضله القلب. سؤال مهم، ان انا امارس رياضه، اقيس ضغطي وسكري بانتظام، سكر بتاعي التراكمي ما يزيدش عن 7، الضغط بتاعي 120 على 30، الضغط بتاعي 120 على 80، 120 على 80، 130 على 80، 140 على 90 اقصى حاجه. يبقى ارتفاع الضغط مرتبط بضيق الشرايين، مرتبط بايه؟ جلطه القلب. السكر العالي نفس الكلام. يبقى انا ما اسمعش جاري ابو محمد اللي اداني الحبايه المسكنه وانا تعبان وكتمه في نفسي عشان مكسل اروح المستشفى، او هصرف حاجة. اللي انت كنت هتصرف 1000 جنيه هتصرف دلوقتي 100,000 و150,000 و200,000 عشان كسلنا. تخيلوا بقى، عشان كل ده، عشان كسلنا. تخيل كل ده من الكسل. كل ده من الكسل. طب الضغط 105/70، كل ما كان اقل كل ما كان احسن. القلب لما الضغط بيكون خفيف كل ما يدخل يضخ بسرعة وبارتياحية جامدة ومفيش اي مشكلة خالص. مشكلة القلب في الضغط بتاعه لما يكون عالي، لان القلب بيضخ حوالين حاجة عاملة ضغط على الشرايين فبيبذل مجهود اكتر، لكن لما الضغط يكون واطي على الشرايين القلب يضخ بارتياح جدا وميحصلش اي مشكلة. يبقى جلطة القلب وجلطة الشريان التاجي خطرة جدا، اخلي بالي منها. والاعراض اللي انا قلت عليها اللي هي ان انا يجي لي الم في منتصف الصدر يسمع لظهري الى منطقة الفك العلوي او فم المعدة. افتكر مريض جالي مرة في كان بعتنه لي من الطوارئ على العناية عشان اشوفه يعني، فانا دخلته العناية. كان ايه اللي حصل؟ هو داخل يشتكي بالم في المعدة، يقول لي يا دكتور عندي الم في المعدة، فمصر ان هو ياخد حد يكتب له دواء معدة ويمشي. قلت له طيب انا هديك دواء معدة وهنشوف كده دلوقتي. طبعا بس اللي بقوله لكم ده مش انتوا اللي تعملوه، ده لازم دكتور ويكون في مستشفى وحاجات زي كده، لان في خطورة في اخذ حاجة زي كده. فديته حباية اللي بتوسع شرايين القلب وبتريح الالم جدا، كان حباية اسمها معين، فبتدوها تحت اللسان مش ادوية ضغط، عشان بس احنا قلت ممنوع ندي ادوية الضغط حباية تحت اللسان. فخد الحبايه من دول ارتاح وقال ايه ده الحمد لله معدتي ارتاحت. قلت له تمام، ادخل بقى العنايه المركزه. وهو جاي يشتكي بايه؟ بفم المعده. عشان كده ما يجي دكتور يعمل لك رسمه القلب علشان فم المعده ما تزعلش منه. وانا احيانا كتير بضطر اقول للمريض خلاص انا اعمل لك الموضوع ده مجانا، ما تقلقش، انا عايز بس اطمن عليك. فدي حاجة في غاية الاهمية. طيب ايه بقى الحاجة اللي تثبت لي ان انا دي غلطة ولا لا بالتحاليل؟ اول حاجة نفهمها ان انا يكون عندي حاجتين من ثلاثة زي ما بيقول، الم الصدر ورسم قلب فيه تغيير، او انزيمات القلب عالية. وانزيمات القلب فيها انواع كتيره، في انواع بتظهر اول ما الجلطه بتحصل
وفي انواع بتظهر تاني يوم وفي انواع بتظهر بعد يومين ثلاثه مع انزيمات الكبد بتلاقيها عاليه جدا. فده بيفرق بشكل كبير. نخش بقى على موضوع ضربات القلب. ضربات القلب عندنا الطبيعي من 60 ل 90، والناس اللي بتمارس رياضه ضربات القلب عندهم ممكن تلاقيها حاجه و50. بيبقى في رد فعل من الجسم مع الناس دي عندهم ضربات القلب اقل من الطبيعي. ضربات القلب بتبقى ايه؟ اقل من الطبيعي، ويبقى طبيعي ده بالنسبه لهم طبيعي. لكن انا المفروض لما اقل عن ضربات القلب عن 60، دي بنسميها البراديكارديا، بنسميها كده ضربات القلب قليله. ولو زادت عن 90 بيبقى نسميها تاكي كارديا، يعني ضربات قلب عاليه جدا. تمام. ايه اللي ممكن يزود ضربات القلب؟ اول حاجه الاسترس، التوتر، شارب قهوه، شارب شاي، في بعض الناس بيبقى عندهم حساسيه للكافيين، او بنسبه كبيره رقم 1 و2 و3 الاسترس والتوتر، ضغط عالي، سكر عالي، غده درقيه، زياده نشاط في الغده الدرقيه. يبقى زياده نشاط ايه في الغده الدرقيه، وضغط عالي وسكر عالي او تعب في عضله القلب، وهيبقى ده السبب الرئيسي ان احنا نقول خلي بالكم وانتبهوا جدا من السكر بتاعنا العالي والضغط العالي والتوتر العصبي. هو رقم 1 التوتر العصبي. في حاله بيسموها باروكسيسمال تاكي كارديا، دي يعني تيجي مثلا انت تبقى قاعد بتفكر في موضوع، قاعد كده ساكت، واقدر ان انا فجأة التليفون يرن وانا قاعد سرحان، ضربات قلب تزيد، او واحد قال لك خبر او منتظر خبر او اي حاجة، او احس ان انا ايه، يقول لك اتخضيت، زي ما بيقولوا دلوقتي خديجة بتقول لك احس بوجع في قلبي وكأني اتخضيت. مهم اوي كلمة اتخضيت دي، اتخضيت من الالم، اتخضيت يعني ضربات قلب، فتقوم ضربات القلب تزيد بسرعة وتنزل بسرعة، وده بيبقى عادي. معلش النت كان هنك شوية، الصوت والصورة كده تمام يا جماعة، عشان ساعدتكم ما رفعتوش الفيديو. فأنا ضربات القلب اللي أقل من 60 ده ممكن يكون سببه إيه؟ كسل في الغدة الدرقية. كسل في إيه؟ في الغدة الدرقية. يبقى ضربات القلب اقل ممكن تبقى كسل في الغدة الدرقية، او واحد بيلعب رياضة زي ما قلنا. وفي اسباب تانية بيسموها هارت بلوك، دي حاجات يعني ملهاش لازمة نشرحها، مش هتفهموها قوي دي، لكن دي بتاعت الاطباء يعني. تمام. لكن انا لما يكون ضربات قلب زايدة دي بيبقى ممكن العصب السمبثاوي زايد، او لما وبرضو بتفرق هل زايدة على طول، يعني كل ما تقيس تلاقي ضربات القلب زايدة، ودي علاجها بيبقى سهل، وفي ادوية كتير بتشتغل على الموضوع ده. أسامة بيسأل سؤال مهم، بيقول طب يا دكتور أنا لو كنت في البيت وكنت لحالي، إيه الأسعافات الأولية اللي أنقذ فيها نفسي قبل ما أذهب للمستشفى؟ أول حاجة إن أنا أهدى خالص، يعني ما توترش، واللي حواليا يهدوني مش يوتروني، لأن دي فيها مشكلة، ما أتوترش، بمعنى كلمة ما توترش. تاني حاجة إسبرين، هنقرقش، يقول لك ارقش اسبرين، ارقشه يعني مش هبلعه، عشان يساعدني في الامتصاص السريع ويحصل سيوله في الدم، يبقى بنقرقش الاسبرين. حلو الكلام. هنقرقش ايه؟ الاسبرين. ولو في البيت ادويه سيوله، بس طبعا يعني دي خطوه سابقه شويه، بيبقى اسمها بلافيكس، دي بتتاخد برضو. لكن الاسبرين 4 حبات اسبرين، وبتاخدهم اللي هو الاسبرين بتاع الاطفال، بتاخدهم وده بيفرق كتير جدا مع المريض. بس انا كنت اتمنى ان انت تروح بسرعة المستشفى، جارك يوديك، تاخد عربية، لان المجهود هيبقى خطر جدا، انت في الحركة في الوقت ده خطر عليك. تمام. الاسبرين مهم جدا، بيتاخد على ما تروح المستشفى، الدكتور هيبدأ ان هو يتعامل معاك وبيبداوا يدوك الادويه بتاعتك، وتكون فاكر وقت الالم بالظبط، يعني الالم ده
بقاله قد ايه، الدكتور هيسألك، ما تقولوش بقى وتتوهه، لان انت ممكن تقول له ده بقاله يومين، يوم في الحالة دي مش هيفكر في قسطرة ولا هيفكر يعمل اي حاجة، هيدخلك على طول ويعمل لك حاجة اللي هي ايه، ادوية كده مسكنة وحاجات زي كده، لكن انت محتاج للقسطرة، محتاج للحاجات دي بشكل كبير. هل في أدوية ممكن تزود ضربات القلب؟ في أدوية تقلل ضربات القلب، في وأدوية السكر. لا، أنا أكتر حاجة تلاقوها لما تيجي تاكل أكلة شديدة، تبص تلاقي السكر علي وضربات القلب زادت، وتهدى شوية ترجع تاني. في بعض الأماكن في مع الإجهاد الحراري، مع الحاجات دي، مع شرب شاي كتير وقهوة كتير، برضو بتعمل زيادة في ضربات القلب. ضربات القلب فيها أمراض كتير بتعمل ضربات قلب، بس أنا مش عايز أتوهكوا قوي، لكن بقول لكم على الطبيعي. طب الضغط الطبيعي إيه؟ لما نيجي نتكلم على الضغط الطبيعي، يعني هل ضغط الدم الطبيعي يبقى 120 على 80؟ لا، ده الطبيعي، لكن الأفضل هو 110 على 70 مثلا. يعني في ناس تقول لك ايه، انا ضغط واطي. لا، ده مش واطي، ده ضغط ممتاز، ده رائع، مفيش فيه اي مشكله خالص، يعني مفيش ما يدعو للقلق خالص. ضغط العالي فوق ال 140 على 90 هنبدا ندي علاج، 140 على 90 هنبدا ندي دواء. في ناس يقول لك ابدا بدري، يعني مرضى السكر المفروض ما يزيدش عن 130 على 80، فواحد يقول لك ابدا بدري، وفي ناس يقول لك في مدارس، وفي ناس يقول لك ايه، هندي العلاج بعد ال 140 على 90، والمدرسه على حسب كل دكتور انت بتتعالج عنده. وفي واحد يقول لك احنا هنمشي ونلعب رياضه ونمارس الرياضه ونديك فرصه 3 شهور. وانا بميل قوي للمدرسه دي، لان الواحد وزنه زايد، هقول له بصراحه انت وزنك زايد، يا ريت تخفف من الوزن، التوتر العصبي يقل، التدخين يقل، كل ده بيصلح الموضوع وبيحسن بشكل كبير جدا ضغط الدم. يبقى ضغط الدم وضبط السكر وألم الصدر من الحاجات اللي بتفرق كتير جدا 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 في علاج المريض. اتأخرنا عليكم في الأسئلة بتاعتكم، بس أنا داخل بدري عشان تبقى أنتم معايا ونيمناكم بدري. يعني مساء الخير للجميع، أمل وتحدي السكر، اهلا بيكي، اتاخرت جدا. السلام عليكم، عندي سكر نوع تاني من شهر ونص، حللت التراكم 11 ومن شهر حللت طلع 8، والسكر عندي بعد الاكل 110، مستوى نظام ورياضه، هل اوقف العلاج؟ تبدا بالتدريج تقلل الدواء بتاعك، هيفرق معاك كتير. ايه الفرق بين الضغط العصبي والضغط العالي؟ اخدت فتره كبيره ضغط عالي، واخدت فتره ادويه كتير للضغط، بس مش مستمر على دواء معين. الفرق بين الضغط العصبي والضغط العالي اللي هو الضغط الطبيعي اللي بيبقى عالي ده، ان الضغط العصبي بيبقى سببه التوتر العصبي، مجرد ان انا التوتر العصبي، يعني واحد والده توفى، والدته توفت، مر بظروف، حد في ولاده تعب في شغله، اترفد ومش لاقي شغله وقاعد في البيت، حاجات كده، يعني يبدا التوتر العصبي يجيله، او في مشكله عنده بيمر بيها، ايا كان الضغط في الحاله دي بيبقى المشكله الكبيره بتاعته ان اول ما يخلص يبدا الضغط يتظبط. يعني في ناس بتبقى عارفه نفسها يقول لك لما بتوتر ضغطي بيعلى، فطبعا ده بيروح جاي موتر الدنيا بشكل كبير جدا، ويبدا ان هو واحد مثلا وزنه زايد وعنده توتر عصبي، مجرد انه يخس والتوتر العصبي يروح يعمل. لكن الضغط التاني اللي انت بتتكلم عنه ده ضغط بيبقى مستمر على طول، مستمر على طول. طيب، عندي فرق بين قياس الضغط من اليد اليمنى واليد اليسرى بمقدار 10، ده طبيعي، فرق بين القياس ده بيبقى طبيعي، مفيش فيه مشكلة. هل دواء السكر، هل السكر بيعلي من التوتر؟ طبعا السكر لما يعلى يزود، يخليك تتوتر جدا، درجة في ناس بتحصل لهم مشاكل ضخمة، ما سكرهم بيعلى قوي ويبقى في مشاكل، وخصوصا بين الأزواج، لدرجة توصل إلى الطلاق، لأن السكر عالي وهو متوتر ومش عارف ياخد قرار
وفي الشغل متوتر وتأثر على وظيفته وتأثر على كل حاجة. فدي من ضمن الحاجات برضو يا جماعة الخطيرة جدا. هل السكر بيسبب برودة في الجسم؟ طبعا ممكن يعمل برودة فعلا في الجسم. السكر ممكن يعمل برودة، يعمل برودة في الجسم. السيتالوبرام مع علاج الضغط مهم جدا، بس المشكلة انه هو يعني في ناس يقولك انا لا مش عايز اخد الدواء ده، اصلا مش عارف يعمل منه دواء ممتاز اللي هو اسمه في السوق سيبراليكس. انتوا عارفين من ضمن اسباب التوتر العصبي والاسباب الضغط يعني بيبقى التوتر العصبي والاكتئاب، الدواء ده ممكن يجيب نتيجة حلوة جدا مع الناس كمان اللي عندهم القولون العصبي، يعني بيجيب نتائج مبهرة، ودولت اللي بيرتاحوا عليه بعد ما ياخدوا العلاج بيرتاحوا جدا مع القولون العصبي. هل دواء السكر 3 يرفع دقات القلب؟ يعني ايه دواء السكر 3 يرفع دقات القلب؟ ما انا مش عايز ادخلكم في قصة ادوية. لان فعلا المشكلة ان ممكن عشان في ناس بتاخد دواء. يعني مثلا أدوية الربو ممكن ترفع ضربات القلب، الأدوية بتاعت الأنف اللي هي البرد اللي انتوا دلوقتي في الشتاء ممكن ترفع لك ضربات القلب، مادة السيدو افيدرين والحاجات دي كلها ممكن ترفع، بعض أدوية الاكتئاب ممكن ترفع لضربات القلب، فده شيء طبيعي ان بعض الأدوية بتعمل كده، ومع الدكاترة بيشرح لك ويوضح لك، فده شيء طبيعي ان هو يحصل. القهوه بقى بتاعت الجمعه، انا قلت ادخل بدري عشان اعرف اشرب قهوه معاكم. يعني طيب السؤال اللي بعد كده، الوغز اللي بيحصل في الجانب الايسر ده مش من القلب، الجانب الايسر ده مش قلب. ليه؟ لان احنا قلنا الم القلب اللي حضر معانا الحلقه من الاول في النص منتصف الصدر بيسمع لظهري او للفك او لفم المعده، والم يوصف بالمطرقه او يوصف ان انت حاجه طبق على صدرك او احساس الموت، فده الم. هل ممكن، سؤال بقى اسامه بيسال، استعمل الاسبرين مدى الحياه تجنبا للجلطات والحاجات دي؟ لا، زمان كنا نقول للواحد لما يعدي الاربعين ان انت هتاخد دواء الكوليسترول، دواء الاسبرين سوري، وعلشان سنك كده عشان، لا دلوقتي الجامعات العلمية كلها اتفقوا واتحدوا اول مرة اتحدوا على حاجة عدلة، ان دواء الاسبرين لا يؤخذ في البرايمري بريفنشن، يعني عشان حتة زي سؤالك كده، لا لو حصل وجه للواحد جلطة في القلب جلطة في المخ ممكن ياخد اسبرين، لكن لا يؤخذ عشان يمنع. صحيح الزلال والدواء الجديد، كويس ان انتوا فكرتوني. حاضر نعمل حلقه بكره عن الزلال والدواء الجديد، كويس ان انتوا فكرتوني. من العراق، عمري 27 تراكمي 7، ما عندي اعراض سكر. ما هو ده سكر للاسف الشديد، 7 ده سكر يا جماعه. ما هو لما بنقعد نعيد ونزيد، في بعض الناس يقول لك بنكرر الحاجه، لا مش بنكررها. احمد عامل مجموعة اعلام طبعا اليوتيوب مش عايز يظهرها، وجع في القلب ووجع في القولون وحاجة واقفة في زوري واسهال، ده يا احمد ده نزلة معوية، ممكن تعب في القولون لكن مش قلبي يعني خالص. انت عندك مشاكل في القولون بقى، هل بقى ده حاجة تانية؟ بس ده مش قلب، ده ممكن حاجات تانية يعني. مفيش فرق قوي بين قياس السكر في الايدين. ممكن اسم دواء الزلال اعرضه على الدكتور؟ لا ما تعرضش حاجه على الدكتور، هو الدكتور اكيد عارف يعني. خديجه بتقول التكرار مفيد. ما هو للاسف مش كل الناس بتفهم زيك يا خديجه في الموضوع ده، في ناس
عايزة الحاجة على طول يعني. هل القهوة بتجعل احتباس في الجسم احتباس؟ لا، ده هي مضرة للبول. في نقطة تانية عايز اقول لكم عليها، في حلقة عايز اعملها لكم بكرة عن ادمان السكر وازاي اتخلص من ادمان السكر والشهية بتاعت السكريات دي. معرفش الحلقة دي تهمكم ولا لا. المهم، 7 تمرات العلم ضحضها ولا ايه دي؟ مش عارف. دكتور، السكر التراكمي 5.2 سكر ليومي، 170-186 بعد الاكل بساعتين، ده مستحيل يبقى السكر التراكمي كده؟ قال اذا كنت بدأت بالموضوع، بدأت بالموضوع ده، فممكن يكون السكر التراكمي ابتدى يتحسن لانك انت بدأت تظبط نفسك. ثابت بيسأل سؤال بس مش باين السؤال بتاعه. احمد علي، شكرا، من المغرب. الخلايا الجذعية، كريم بيسأل بعد وفاة بريان شالتون، وشكرا من الجزائر. لا، لغاية دلوقتي المعلومات اللي وصل لنا مفيش خالص حاجة زي كده. علي وعلي، كم المدة بيزول خدران الرجل؟ لا، ما على حسب انت مقاومة الانسولين عندك عاملة ايه. خلي بالكوا يا جماعة، اللي بيكرر السؤال اكتر من مرة اليوتيوب بيحسب التعليق بتاعه. وارفعوا الحلقة لو سمحتوا. يا دكتور، انا اعاني من ارتجاع المريء، ما هو السبب واي الحل والعلاج؟ رد عليا، تعبت من الحموضة وتعبت من الدكاترة والعلاجات. ما هو بص، يعني هقول لك ايه اذا كان السبب فين. يعني ما هو في ناس يقول لك عنده جرثومة معدة، في واحد عنده اكل وشرب وعاداته الغذائية كلها غلط في غلط. فما يعني ده على حسب ما هو لازم تشخص الاول. فانت، انا متأكد ان انت ما بتروحش لدكاترة متخصصة خالص، انت بتروح لدكتور حاجات عامة او كده مش متخصص في الجهاز الهضمي. ما فيش حاجة اسمها الجمع بين اسبيجيك 100 وده، ما اعرفش ده تأليف بقى ولا ايه، اسبيجيك 100 ومصيل الدم كذا، ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة. ثابت ابراهيم، يا دكتور الله يجزاك عنا خير او عن جميع الحاضرين، بلاحظ فيه كومنتات بتتشال اهو من اليوتيوب. اللي حصل ده كله بعد انفعال وحساسية. برضو اللايكات يا جماعة مهمة علشان الحلقة ما تهنكش تاني. عندي سكر ومعرفة اوقف تعاطي السكريات، دي بقى الحلقة اللي انا بقول لكم عليها، انه يكون واحد عنده سكر وعنده تعاطي مش قادر يسيطر عليه. لو الحلقة دي مهمة ليكم هنعمل حلقة بكرة عنها، ولا زلال البول، اختاروا يا دي يا دي. احمد بنين بيقول، دكتور انا ان عفت حبة لمساعد سكر، بس جاي اخد حباية سكر نصف حبة وسكر يومي مش عارف كذا، والله ما فاهم السؤال خالص. مجدي ابراهيم بيقول، عندي الم في منتصف الصدر، يسمع في الظهر، والم في الكتف الايسر مع ضيق في التنفس، كشفت صدر، الدكتور قال لي عندك ربو وتضخم في عضلة القلب وادخل حمام كتير وحرقان في القدم. ده انت محتاج مستشفى دي يا مجدي، مش كده الدكتور. عملت اشعة وتحاليل ولا هو كلام؟ ما فيش حاجة اسمها كلام في المواضيع دي، في موجات صوتية وفي اشعة وفي تحاليل. قولوا لي في الوصف بعد ما نخلص الاسئله كده، تقولوا لي الحلقه اللي انتوا عايزينها بكره، عايزين عن زلال البول ولا الحلقه الثانيه. ابروفيل 12.5 عند الضغط واستطيع توقيف الدواء. احنا الضغط ده يا جماعه عايزين عندنا وعي شويه، عندنا يبقى وعي شويه. فيصل محمد بيقول التانية، طب انت عارف ايه هي التانية؟ انا يا دكتور باخد دواء سكر وبعمل رجيم وبحس بدقات القلب، يا ريتني اقيس دقات القلب. في الساعات دلوقتي الجديدة كلها بتقيس ضربات القلب، برضو من ضمن الحاجات المهمة يعني.
قول لي يا فيصل، طيب بدل ما كده يعني قول لي انت ايه التانية عبارة عن ايه؟ انا نسيت نفسي يا فيصل. الحلقة التانية؟ طب يا جماعة قولوا لي ايه التانية؟ اشوفكم فاكرين ولا لا؟ بس في ناس يقول لك مش عايز الايه الزلال بس عايز التانية. الإشعة في مستشفى الصدر، عملت رسم قلب ولا لا؟ من الجزائر، سكر تاني، هل 140 مناسب لحياتي اليومية؟ طبعا ممتاز، اقل من 154 ممتاز. من جروب امل، منورين كلكم. اعياء شديد مع ضربات قلب سريعة وكسر التبول، هل القولون يسبب عائش؟ لا ما يسببش كل ده بصراحة، دقات القلب الطبيعية من 60 لـ90، صح يا أمينة؟ والزلال موضوع مهم وناس كتير بيبقى عندهم وما يعرفوش. خلاص ماشي، التخلص من إدمان السكر. الحلقة دي تتمنوا إنها تكون هي دي التانية؟ يعني انتوا عايزين دي ولا موضوع الزلال البول؟ دي ولا زلال البول؟ طلب إشاعة بس الظروف ما تسمح. ما هي دي بقى النقطة اللي احنا بنقول عليها، الدكتور طلب إشاعة بس بيقول الظروف ما تسمح. لا، إشاعة وتحاليل والحاجات دي طالما في شكوى بالمنظر ده. محتاجين لكل الحلقات. حاضر. نادية بتقول النهاردة دخلت الكاملة، الكاملة دي اسم حد تقريبا في جروب أمولة المغرب 6 التراكمي، ما شاء الله حاجة كويسة جدا. محسين بتقول كل يوم أجيني تسارع في ضربات القلب وشوي ويروح. احنا قلنا اللي شوي ويروح ده ممكن يبقى ايه، يكون في توتر او حاجه زي كده، بس برضو الافضل نعمل فحوصات. امل وتحدي السكر بكره، بكره يا دكتور خالد الكل بيدخل بيسالني عنك. بكره بكره على ايه؟ بكره بكره، لا بكره بكره بالليل بقى الساعه 12 ان شاء الله. ما يمكن القيام به لتحديد الربو؟ طبعا تحديد الربو بالسماعه، الدكتور بيكتشف فيه ربو ولا لا ممكن، او الهيستوري التاريخ المرضي، او بأشعة مثلا تلفزيونية ممكن، او بجهاز معين بينفخ فيه المريض وبنعرف السبب الرئيسي ايه. احلى تحياتي من الجزائر، اهلا بكم جميعا. مفيش عبد الرازق، اللايف مسجل. هو اللايف الغرض منه التفاعل ما بين الدكتور والمريض، هو ده الغرض منه، واللي بيقدر عليه يعني الناس اللي قادره انها تدخل معانا وكمل مرحب بيهم طبعا، والبقيه الاخوه اللي ما بيقدرش ممكن يراجع الحلقه بعد ما بتنزل ويبقى بالنسبة له عادي ويشوف الأسئلة عادي، لكن في ناس محتاجة للبث المباشر ده ضروري، الموضوع مهم بالنسبة لهم جدا، واللي بيقدر أهلا بيه، واللي ما يقدرش خلاص يا جماعة ما فيش مشكلة، هو مش إجبار يعني، البث المباشر ده مش إجباري، أنت بتخش لو فاضي وعايز تسمع معلومة معينة، لو مش فاضي ممكن تسمعها بعد ما بتنزل الحلقة، ودي بتبقى حاجة تشرفنا وتسعدنا يعني. ازاي افرق بين ضعف البنكرياس؟ راح السؤال. والله كان سؤال حلو بس مش عارف يعني ايه. المشكلة في يعني ايه، صاحب العنوان بيبقى حافظ عن التايه نفسه، يعني بيقول لك الغريب بيتعلق بأشياء.
او الغرقان حتى يتعلق بقى الشاي. مريض السكر انت مثلا واحد مثقف ومتعلم وايه وسمعت موضوع اتكلمنا عنه مثلا في السكر عن مقاومة الانسولين سمعته كتير، لكن في ملايين غيرك ما سمعوش عن الموضوع ولا يعرفوه. وجرت العادة ان مفيش اصلا حد واحد ما عنده سكر هيدخل يسمع حلقات سكر اصلا. كيف اعرف ضعف البنكرياس ومقاومة الانسولين؟ نقولها دي. فما فيش مثلا واحد ما عندوش سكر وهيدخل يسمع، لا، دايما الناس يقول لك انا بعد ما جالي السكر دخلت وشفت القناه بتاعتك وتابعتها. فالمراجعه مهمه جدا يا جماعه. ما هو انت المشكله زي ايه؟ ما يكون واحد بيوصف عنوان لواحد فبقول له تمشي في الشارع كده على طول وتلف يمين في شمال هتلاقي نفسك قصاد مش عارف ايه وتشرح، وهو اللي واقف ده اصلا تايه. يعني انا انت محتار يعني فين، هتقول ايه، هتعمل ايه، ما انت محتار يعني، انت واقف تايه ما انتش دريان باي حاجه، فبتبقاش عارف ايه اللي هتروح فين وهتعمل ايه، ما انتش عارف خالص. فهو بالنسبه له بيشرح على اساس هو بيروحها كل يوم، فانت بتبقى سامع بيتهيالك ان انت ايه خلاص يعني الموضوع بالنسبه لك خلاص يعني مش هنقعد. لا، سيب فرصه للناس اللي ما تعرفش. ارجوكم كل يوم لو احنا هيطلع معانا 2 3 خدوا معلومه جديده خلاص ده بيبقى بالدنيا كلها معلومه جديده وصلت لهم ما كانوش يعرفوها. شكرا ايناس نبيل وخديجه وبسمله جروب امل وفيصل محمد دكتور، نسال الله لك التوفيق والسداد، واحمد بنين وفاطمه الم في الصدر في الجهه مش عارف ايه يزيد عند الاكل. ما هو ده يعني اللي بيسال ده اصل اللي عنده الم في الصدر مرعب مش هيستنى على ما يسال على النت، ده كان زمانه راح المستشفى على طول. امل بتقول ضغط الدم عندها الايام دي 100/70 ده رائع. بس في نقطه انا دايما بقول لكم كلينيكلز، حاجات كلينيكلز ما حدش بيقولها. يعني لو واحد ضغطه ماشي عامه يبقى 150/90 ولا 140، فجاه بقى 100/70 ده اللي خطر. لكن لو هو طول عمره ضغطه كده 110/100 مش عارف ايه الكلام ده ولا حاجه عادي زي الفل، لكن فجاه وكان ضغطه عالي وبقى كده، لا ده دي مشكله كبيره. مطبخ وفلوقات جربها دكتور، انا مريض سكر نوع تاني اخد انسولين ومسيطره على السكر ولله الحمد، من يومين احس كان الم في الظهر زي شد العضل. اولا بحب اسجل اعتراضي على يقول لي باخد انسولين لازم يقول لي سكر نوع اول ولا تاني. لو سكر نوع تاني ازعل قوي ان هو بياخد انسولين، ازعل جدا. رجيم رمضان، واحنا هنعمل حلقة عن الصيام في رمضان والصيام المتقطع، يعني هنعمل حلقة عنها. تحدي السكر نوع تاني بحلل في جهاز البيت ومحللتش تراكمي لما اصبح مش عارف يكون كام في كام و 201 شو اعمل التراكمي شو اخباره. يعني ده تابع بس معانا الحلقات الدنيا هتظبط معاك. سكر نوع تاني بيحلل بجهاز البيت الصايم 125 ومحللش التراكمي لما اكل بيصبح بعد ساعتين يوصل 231. حاول تقلل النشويات شويه في الاكل. يا احمد مصطفى الحاجات منزل الصور كتير دي في اليوتيوب موقفها مش عايز يعرضها. الم الجهه اليمنى طبعا بيبقى بعيد خالص عن القلب. يعني عبد المالك بيقول ما عنديش سكر ومخففه، يبقى مش عبد المالك يبقى دي حد تاني. نشويات وحلويات ومقطع السكر الصريح احس ان بدي اكل حاجه مسكره عادي ولا لا؟ لا مش عادي ولا حاجه، ده بيبقى ادمان السكر، ده بيبقى يكون ادمان السكر. سكر 180 بعتبر طبيعي بعد الاكل بساعتين. احمد بنين لا، هو انت مريض سكر ما لازم اللي يقول لي سكر نوع تاني سكر نوع اول. لا يعني لو بعد الاكل بساعتين 180 لو مريض سكر يعتبر كويس، لكن لو مش مريض سكر لا يعتبر عالي. كيف تتخلص من ادمان السكر؟ ده عنوان حلقه بكره ان شاء الله بناء على طلبكم. انتوا عارفين اخر حلقه عملناها مع بعض
كان الشات ما بينه وبعد 1750، تخيلوا يعني انتوا ما بيظهرش قدامكم الموضوع ده 1750 رساله، عدد الرسائل اللي جات لي، وكانت حلقه عاديه مش حلقه من الحلقات التقيله يعني، فمعذره للي ما بنقدرش نجاوب على اسئلتهم يعني. الاحصائيات ده طبعا بتطلع عندي في القناه، يعني مثلا احنا دلوقتي معديين ال 2000 واحد دخلوا، وفي ناس استمرت وفي ناس مشيت، فبتبقى كده، فبيبقى في عدد كبير وفي حد بيسال سؤال والسؤال ده بيجي على ده فما حدش يزعل يعني. مريض سكر نوع تاني بعد الاكل بساعتين 180 طبعا كويس. ثابت بيعاني من الترهل القوي، طبعا يعني الترهل القوي لابد ان انا اشوفه اعرفه افهمه سببه، لان طبعا مش هنعرف نجاوبك على النت. هل الدماغ يعمل على حرق الدهون بدل السكر في الصيام كطاقة؟ لا ما تقلقش، الدماغ بياخد حقه تلت ومتلت من السكر عادي. ويا جماعة انتوا برضو مش قادرين تفهموا الصيام المتقطع والصيام عامة، وده الحلقة اللي انا عايز اعملها لكم بصراحة، فخلونا نشوف بس حلقة بكرة الاول عن التخلص من ادمان السكر، وبعد كده نبقى او الزلال هشوف رأي الناس الاغلبية ايه. مريض سكر نوع تاني تراكمي 7 قياس اليوم صايم 154 يعتبر كويس. امل يعتبر ضغطك كده كويس مفيش فيه مشكلة خالص. ليش يصير عندي هبوط في السكر؟ ممكن ما اكونش محتاج دواء. من طرف امل تراكمي نزل لستة بفضل امل وبفضلك يا دكتور، شكرا يا كاملة، ممتاز وبشجعك وبحييك ويا ريت تستمري. القولون ما بيعملش الدغة وجع القلب زي ما الناس بتقعد تقول يعني، لو اذا كان منفوخ قوي يعني منفوخ بزيادة عن اللزوم. السكر بعد الاكل بساعتين بيصل ل 140 ثم يبدا بالارتفاع حتى يصل 200، هل اشرب الدواء؟ يعني ده محتاج قرايات اكتر من كده، يعني محتاج نعمل قرايات ونوع الاكل. ما هو لو واكل اكل فيه نشويات كتير ممكن طبعا ان هو يوصل لاكتر واكتر واكتر. دكتور انا مريض سكر نوع تاني واخد انسولين مسيطرة على السكر ولله الحمد. من يومين احس مريضة، يا جماعة ما هو انا مش عارف مريض سكر نوع تاني وبتاخد انسولين ازاي، بس ما ينفعش، يبقى انت مش نوع تاني. مش عارف الناس مش عايزة تغير فكرتها ليه. هل زيادة الوزن طبيعيا لتجنب النحافة تؤثر على التراكمي؟ جروب أمل. بتأثر طبعا، يعني زيادة الوزن لتجنب النحافة، ما هو أنا كل ما وزني يزيد كل ما مقاومة الأنسولين هتزيد كل ما أنا هتأثر. سكر نوع تاني وغده درقيه وضغطي دم وانا خايف كتير، ارجوك انصحني شو اعمل رغم اخد دواء عد. في ناس بتعتقد ان علاج السكر هو دواء وبس، لا حضرتك نظام غذائي. هو الناس متخيله ان ده مضاد حيوي هاخده، لا ده نظام غذائي ولازم ان انا اخد مع النظام الغذائي الدواء، مش الدواء لوحده، او ممكن ما يبقى نظام غذائي بدون دواء. هل القهوة بتسبب حموضة في المعدة وارتجاع؟ طبعا ممكن في بعض الناس، وبنسبة كبيرة ممكن.
فعشان كده بيخففها بميه ساعات او بتشرب معاها ميه. عندي انتفاخ شديد. خلاص يا احمد، مصر كلها عرفت ان انت عندك انتفاخ شديد. ما هو ده بسبب اكلك. حد بياكل بط بالليل يا جماعة؟ وانت راجل مطرب يعني، راجل حساس. لماذا ينزل السكر لدرجة الموت؟ يعني ايه ينزل السكر لدرجة الموت يا قازم؟ ولا يلجأ الجسم لنظام الكيتو لتفادي لا طبعا، لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. مفيش حاجة اسمها الجسم ينزل للسكر ويلجأ لنظام الكيتو. ما هو الجسم في فرق بان انا انزل السكر بدواء، فده هيبقى ده حاجة تانية، ده هبوط في السكر نتيجة دواء معين خدته. لكن عمر الجسم السكر ما بينزل بدون دواء، بالجسم بيدي دفاع. لكن لو في ضغط جامد، ده يعني الدواء بتاخده، هبوط سكر في الحالة دي بيبقى خطير. لكن لو السكر نزل جسمك هو بيعوض، هو بيعوض نفسه. لكن ساعات الدواء بيبقى شديد على الجسم نفسه. فطبعا المخ مش قصة يلجأ للكيتو والحاجات دي، يعني السؤال نفسه مش واضح قوي يعني، اكيد او انت مش فاهم النقطة دي قوي يعني. او في علاج الجلوكوفاج، ما يعني علاج الجلوكوفاج انت لو الامور ماشية معاك كويس خلاص مش محتاج تاخد علاج الجلوكوفاج. محمد خفاجي بيقول بسمع دقات القلب شديدة لدرجة بتهز جسمي. ده طبعا ممكن واحد رفيع او دقات قلبه يبقى حاسسها، خلي بالكم يعني، ممكن واحد رفيع دقات القلب بيبقى حاسسها. بكره ان شاء الله ميعادنا الساعه 12 بتوقيت مكه، 12 في الليل. بيجي لي ضيق تنفس بقالي 4 سنين، بيجي لي حاجه تقيله فوق البطن، وانا مريض سكر وضغط من النوع التاني، رحت لدكاتره كتير ومفيش دكتور عارف السبب. لا اكيد طبعا في دكتور عارف السبب، بس انت لسه ما رحتلوش يعني. لكن تحرى الدقة في الدكاترة اللي انت بتروح لهم. علاج القولون، في ادوية كتير يا احمد للقولون زي الدوسبتالين ودايستيل، دي ادوية كتير، وقراص الفحم برضو كويسة جدا، والتوتر العصبي لازم يبقى مش موجود، لازم تاخد حبوب زي السبراليكس، يعني حاجات كتيرة قوي، بس طبعا لازم تكشف يعني. أمولة بتعمل رجيم غذائي رائع، شكرا أمولة. من المغرب نادية بتقول إنها بتعمل لهم رجيم غذائي رائع، ودي حاجة كويسة جدا. سكر نوع تاني، دايت كيتو وصيام متقطع 24 ساعة، ميلانو صايم من 97 ل 125 بعد الأكل بساعتين مع جلوكوفاج، وماشي نص ساعة بعد الأكل بيكون 130. ليه بتاخد جلوكوفاج أصلا؟ مفيش داعي للجلوكوفاج خالص، أصل دايما إحنا مرتبطين بالدواء، إن أنا اتعودت آخد الدواء. لكن انت لو سكرك كويس ليه تاخد دواء؟ ملوش لازمه. مريض سكر نوع تاني اخد مكمل خل التفاح حبيتين في اليوم بعد الاكل عادي، مفيش مشكله، بس خل التفاح الطبيعي بيبقى احسن. اتبعت نظام غذائي صحي وحدث معايا انتفاخ لقولون ووجع بالصدر، واخد علاج لقولون ولا ينفع بس مع من اخذ فلاجين ارتاح عليه ويروح الانتفاخ، شنو السبب؟ لا ما هو السبب ايه، ما هو ما اعرفش، انت بتاخد ممكن كميه دهون كبيره. الحمد لله وقفت الخبز، ده خبر جميل جدا. عندي الم في القلب، اساسا الناس فاهمه القلب في الناحيه الشمال، هو القلب في النص. اثناء المرض كيف اتعامل مع الاول وخصوصا الاطفال مع النوع الاول مريض سكر نوع اول؟ لا ده قصه يعني، فعلا مريض سكر نوع الاول محتاج فعلا يا جماعه دورات كتيره جدا، محتاج تثقيف يعني، يتعامل مع الناس اللي عندها تثقيف مرض السكر يعني. التثقيف ده في ناس مثقفين سكري بيبقوا في العيادات بيقعدوا معاهم ويكلموهم وكده، لان طبعا بيحتاج يعرف اللي يحسب الكربوهيدرات بتاعته ويحسب النسبه الانسولين اللي هياخدها عشان ما يدخلش في مشاكل كبيره.
حمية الكيتو ممتازة، مستمر أكتر من 4 سنين وصيام متقطع طبعا، ممتازة جدا وناس كتير ماشية عليها بقالها سنين ومفيش دواء، وأنا متأكد إن أنت أكيد ما بتاخديش دواء يعني. عندي مية في غشاء القلب، طبعا دي حالة خطيرة جدا، مية في غشاء القلب دي، وهل ده من السكر ولا لأ؟ لا طبعا، هو ضعف عضلة القلب، التهاب القلب، الحاجات كتيرة، السكر بيلخبط الأمور أكتر بقى. تنميل في الايد اليمنى، في حاجه اسمها رسم عصب وحاجات زي كده، وده غالبا بيبقى نفق اسمه كاربال تانل سندروم، بيبقى غالبا محتاج توصيل، ده انا بقول احتمال عشان بس الدماغ ما تروحش لبعيد، يبقى تسليك اوتار او حاجه، او الغده الدرقيه فيها كسل، او اسباب كتيره، فلازم يتعمل رسم العصب ويبان ايه السبب الرئيسي يعني. تعرفوا ان احنا بقالنا ساعة كده وزي ما يكون لسه بادئين. كسل الغدة بيسبب نقص في ضربات القلب مش زيادة. وعليكم السلام، تحياتي لجروب امل، ماشي، وشكرا يا دكتورة الله يحفظك. لو وريتكم منظر الاعلام المغرب هوريها لكم كده سريعا. بصوا المنظر كلها احمر، عاشوا بصراحة اهل المغرب، شوفوا منظر الشاشة كلها احمر. منتصرين بقى وفايزين. احمد بنين بيقول انا رحت للدكتور وقال لي عندي كسل في الغده الدرقيه. بس احس ضربات قلب سريعه. لا ما هو انت لازم تشوف يعني، ممكن يكون اداك دواء، الدواء ده نقلها لزياده نشاط، فدي برضو حاجه. تعادل حلو طبعا، احسن من الهزيمه، في امل ما نشوف. سكر طبيعي بعد مرور 3 ساعات وليس 2، هل طبيعي؟ مش فاهم برضو السؤال ايه يا امينة. ارجوك جاوبني، سكر التراكمي 15 15.7 من 10 معقول؟ وبعد الاكل دلوقتي خلاص استمر على الحمية طالما ابتدى ينزل مع الاكل. خديجة بتقول الشوط الثاني مصر لعبت حلو، صحيح هم لعبوا حلو جدا بعد ما تخلصوا من الناس اللي عالة على الفريق يعني. في ناس اصلا المفروض ما تلعبش في المنتخب. في دكتور قال لي عندك عضلة القلب منتفخ وكل مرة يزيد انتفاخه، هل له علاج؟ وهل صحيح يتقطع ولا لو ما عالجتوش؟ ما اقدرش افهم لان التشخيص مش معايا، مع الدكتور اللي بيعالجك يعني. سبب ألم من الوجه موضع القلب، من جهة موضع القلب وخاصة عند أداء تمارين الصدر؟ ولا حاجة، ده ألم في العضلات مش قلبي يعني. ضربات القلب القويه، ما هو فيش حاجه اسمها ضربات قلب ضعيفه وضربات قلب قويه. ضربات قلب يعني المفروض ان انا ما احسش ضربات قلبي، لكن لما احس بضربات قلبي لازم افهم السبب ايه. انا محمد من فرنسا، حبيت نسال على سكر صايم، هل السكر الصايم يكون مرتفع مرات؟ محمد من فرنسا، ممكن يكون السكر الصايم مرتفع في حالات مقاومه الانسولين. بعد كل نص ساعة بشرب كوباية مية وبستوي السكر عندي تماما. بالعلم خديجة من الجزائر وأنا مريض سكر نوع تاني،
يعني ما فيش علاقة قوية قوي بين شرب المية وال هو الهيدريشنز او شرب المية مفيد، بس انا مقصود مش عارف انت قصدي ده العلاج يعني ولا ايه؟ انتفاخ في العظمة خلف الأذن بالرأس، لازم أشعة ونعرف سبب الانتفاخ إيه؟ إزاي أميز بين وجع القلب ووجع العضلات؟ ما إحنا قلناها في مطبخ وفي الوجات جربها، ده قلناها طبعا في بداية الحلقة، يا ريت ترجعي لها يعني. أنا طبعا بشكركم جدا على الحلقة دي، و الحلقة دي كانت يعني فيها معلومات في الأول، طبعا معظمكم في ناس جات متأخر، فياريت ترجعوا تعرفوها وعلقولي في التعليقات دلوقتي، عايزين حلقة زلال البول ولا إدمان السكر، عن إدمان السكر وإزاي أتخلص من إدمان السكر، هنشوف أكتر عدد بيجاوب عليها وإيه، وهنحدد الحلقة بتاعت بكرة. وأنا بشكركم جدا وتحياتي ليكم جميعا. ما تنسوش اللي قلت لكم عليه، ان انتوا تقولوا لي الحلقه اللي انتوا عايزينها بكره، واللي ما حضرش الحلقه معانا من الاول هقول لكم ان دي بس مباشر، بنجاوب فيه على الاسئله بتاعتكم، وبنتكلم عن محاضره في 10 20 دقيقه، وكل واحد عمال يقول لي ادمان السكر وزلال البول، هجمع الاجابات كلها وهقول لكم بكره هنتكلم عن ايه. انا بشكركم وتحياتي ليكم جميعا.